امبارح كابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب كان عامل جلسة مع الصحفيين بتكلم معاهم، والجلسة ما كانتش مصورة، ويعني ونقل عن كابتن حسام تصريحات أثارت جدل كبير جدا عن مستوى اللاعبين في الدوري المصري وغيرها. الأمر الغريب أن كابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب خرج ووضح بعد كده أن كابتن حسام ما قالش التصريحات دي بالشكل اللي اتنقلت بيه، وكابتن إبراهيم قال أن التصريحات فيها تحريف كبير، وقال ان كابتن حسام حسن قال ان المجموعه الموجوده حاليا في الدوري المصري لا تصلح للتواجد مع منتخب مصر، وهذا تحريف بالتاكيد، يعني بيوضح بيقول ان الكلام ما اتقالش بالشكل ده. وقال ان كابتن حسام قال ان الدوري حاليا لا يفرز او يظهر لاعب جديد بعيد عن المجموعه الموجوده معانا وهو قوام المنتخب. خدوا بالكم من الكلام بيتقال ازاي واتكتب ازاي، وبالتالي لا يوجد لاعب ظاهر. يبقى هو قال ان مفيش اسماء جديده ممكن تضاف للقائمه، ولكن الكلام اتكتب انه مفيش حد في الدوري كويس. اللي كتب يا جماعه الكلام ده او اللي بيكتب يعني لازم، يعني كابتن ابراهيم قال لازم يكون عنده ضمير، وقال ان كابتن حسام قال ان الدوري بالمواعيد والجو الحار لا يفرز لاعب جديد عن المجموعه الموجوده او المعروفه ولا يفرز موهبه جديده. بالنسبه لحسين الشحات ومحمد الشناوي، قال كابتن ابراهيم ان لم نتحدث عن حسين الشحات اطلاقا في جلستنا مع الصحفيين، ومحمد الشناوي قيمه كبيره وقائد المنتخب وحارس مرمى كبير وشايف انه رقم واحد في مصر وليه كل التقدير والاحترام، طالما لاعب مهم وتماثل للشفاء واصبح متاح هيتواجد معانا بالتاكيد. قال من الطبيعي ان يكون الشناوي موجود، وهيكون اكيد موجود مع المنتخب بعد تماثل الشفاء. وقال ان هو طبعا يعني مثله بكورتوا في ريال مدريد، وقال ان كمان نفس الامر ان دي اساسيات زي نوير مثلا عندما يعود من الاصابه بيلاقي مكانه مره تانية. وقال على اللاعبين المحترفين ان احنا ارسلنا لجميع اللاعبين المحترفين خطابات للانضمام للمعسكر منتخب مصر اللي جاي، وعلى راسهم صلاح باعتباره قائد منتخب مصر ولاعب مهم بالتاكيد، واعتقد انهم نفس السبع لاعبين اللي ارسلنا ليهم في المعسكر اللي فات. كمل كلامه وقال تواصلت مع مرموش من فترة طويلة، وهو بيؤكد لي أنه عنده إجراء عملية جراحية بعد نهاية الموسم الحالي، وأنه بيحاول التأجيل، يعني بيحاول معاه أنه هو يأجل العملية لأنه هو بالنسبة لهم لاعب مهم. وقال استقبلنا خطاب من نادي بأنه هيعمل العملية بالفعل وبالتالي لن يكون متواجد. لدينا أمال كبيرة أن مرموش يكون معانا في المباراتين اللي جايين. وقال كمان كابتن إبراهيم مدير المنتخب أنه هو بيتمنى أن يكون مرموش متواجد لأنه لاعب مهم، وقال أنه هو اتكلم معاه في الأمر ده وأن ممكن يعمل العملية بعد المباراتين، بالخاص أن إيه أن في بطولة كاس الأمم الأوروبية وبالتالي هيكون في وقت للراحة. أنهى كلامه وقال أن الأهلي والزمالك أندية وطنية، وعندنا الثقة أن كل الأندية هتتكاتف معانا وهيساعدونا في الفترة اللي جاية حتى يفوز الأهلي والزمالك بالبطولات الأفريقية ويحقق منتخب مصر أهدافه، وإحنا واقفين خلف النادي الأهلي والزمالك وكل الأندية. طبعا لازم كلنا ندعم المنتخب الوطني، عندنا مباراتين مهمين في مشوار التأهل لكأس العالم سواء أمام بوركينا فاسو أو غينيا بيساو، ولازم الكل يدعم الجهاز الفني واللاعبين عشان نحقق الهدف المطلوب وهو التأهل لكأس العالم 2026. التصريحات اللي اتقالت، كابتن إبراهيم قال إن هي اتحرفت، اتقالت بشكل تاني، كابتن حسام كان يقصد شيء، الصحفيين كتبوا شيء آخر، الجلسة ما كانتش متصورة، الموضوع كله عليه لغط في توقيت مش صح. يعني التوقيت نفسه مش صح، التوقيت دلوقتي المدير الفني بجهازه للمنتخب مركزين إن شاء الله المعسكر يبتدي، منتخبنا عنده مهمة
قوية جدا، وبنقول ان دي استعادت الثقة من جديد بعد أمم أفريقيا والمستوى اللي ظهر عليه منتخبنا الوطني، وكان غير مرضي للجماهير المصرية. رحل روي فيتوريا، بيجي كابتن حسام حسن، عندنا أمال جديدة مع كلنا في ظهر منتخبنا الوطني، كلنا داعمين للجهاز الفني. لكن كل اللي بيحصل دلوقتي مش في صالح خالص الكرة المصرية، وأتمنى ان الأمور يعني ما تاخدش منعطف كده غير التراك الصحيح.